وبعدين برضو حاجه غريبه جدا امبارح حصلت وبسمعها برضو من امبارح من بعد المباراه اللي النادي الاهلي فاز فيها على نادي بيراميدز 3-0. من بعد المباراه لغايه النهارده ناس تقول لك ايه؟ يجب ان او في حمله بتقاد في هذا الاتجاه. يجب ان يكون هناك ايقاف لجمهور النادي الاهلي. ايقاف لجمهور النادي الاهلي ليه؟ هل اخطا جمهور النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي لما يغني ويقول للاعب الفلاني، ما احنا كلنا كلاعبين واحنا في الملعب تم يعني الناس كلها عارفه اللي بيحصل واحنا في الملعب، مش احنا يعني اي حد في الملعب، الناس الفريق المنافس دايما بيعمل فيه ايه؟ والجمهور دايما دمه خفيف وحاجه لطيفه. على فكره انا لا ابرر الخطا ابدا في هذا البرنامج، اذا كان هناك خطا بنطلع نقول حتى لو على جمهور النادي الاهلي، ولكن جمهور النادي الاهلي امبارح لم يخطئ، جمهور النادي الاهلي ساعد فريقه. جمهور النادي الاهلي بيشجع فريقه. طبيعي يغني وطبيعي يغني على الفريق الاخر ومتعودين على هذا عشان بس ما حدش يروح لهذا الاتجاه، وكلنا متعودين كلاعيبه كوره على هذا الموضوع من ابد الابدين لغايه دلوقتي، اسال اي لعيب كوره. اي لعيب كوره يقول لك اه بيحصل يا جماعه دي الحاجات اللطيفه الجميله دي. لكن ما فيش تعدي على حد، ما فيش كذا، ما فيش كذا، الحاجات اللطيفه اللي الناس كلها عارفاها والناس كلها سمعتها، ما تبقاش مشمئز وانت بتسمعها يعني. هذا هو جمهور النادي الاهلي، اللاعب رقم واحد في مباراه امبارح. اللاعب رقم واحد في مباراه، مش ذنبي ان انا في لعيب انا اسف يعني بيتاثر بالجمهور، انا مالي. انا كنادي اهلي انا مالي اهو. الحاجات الحلوه دي والشغل الحلو ده لازم نسمعه بودننا، هو ده اللي بيخلي الواحد ايده تقشعر. وهو يعني مش عايز اوري حضراتكم، واحنا هو ده الجمهور وهو ده الفرق. الجمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد لا شيء اخر. ارقص يا ديانج وافرح يا ديانج، احنا فرحانين ومبسوطين. ليه؟ لان انت تصدرت الدوري وفزت على نادي محترم وعنده طموح، اللي انا قلت معناه، اللي انا قلت معناه في الاول. فبالتالي كويس جدا 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 اللي حصل امبارح والفوز في مباراه امس. انا لا ادعي ان انا يعني راجل مش عارف ايه، لكن هو ايه اللي حصل قبل المباراه بيوم؟ انا وقفت مع حضراتكم هنا وعلى الهواء مباشره، قلت لكم ان انا اثق في هذا الرجل ثقه عمياء، وانا متاكد ان شاء الله ان احنا هنكسب. انا قلت لحضراتكم هذا الكلام على الهواء مباشره، انا عندي احساس داخلي ان احنا هنعمل مباراه جيده وهنكسب. الحمد لله ربنا كرم، مش انا يعني بفتح مانجا لا، لكن هي طينه وعجينه النادي الاهلي. التاريخ بيقول كده. بتلاعب فريق قوي بالمناسبه وعنده مدير فني محترم ولاعبين هايلين وكل حاجه، وقول اللي عايز تقول قوله، لكن في النهايه يتبقى النادي الاهلي او يظل دائما النادي الاهلي في حته ثانيه. روح الفانيلا الحمراء مختلفة، كل حاجة فيها مختلفة. فمحدش يقول لي، محدش يودي أنا شايف إيه في كده حاجة بتحصل، جمهور الأهلي يتم عقابه على إيه؟ هو جمهور الأهلي ماذا فعل جمهور النادي الأهلي؟ ماذا فعل جمهور النادي الأهلي؟ جمهور النادي الأهلي لم يفعل شيء خالص. جمهور النادي الأهلي شجع فريقه ويعني شوية حاجات لطيفة. لطيفة جدا مع بقية الناس، عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا مستغرب جدا جدا من الحمله اللي واخده الجمهور لهذا الاتجاه. عمرنا ما هنعمل كده عمرنا، لكن لما نحن لا نبرر الخطا، ولكن عندما يكون هناك خطا بنقول. وحيينا الرابطه في يوم من الايام على اتخاذها قرار معين، ما عندناش مشكله، لانه في النهايه احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه بتحصل ان انت تشوف الجمهور وخصوصا جمهور الاهلي وهو واقف ورا فريقه وهو بيشجع فريقه من قلبه. هو ده الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وجمهوره وما بين أي حد تاني.